وراجع من عند مولانا لا تعودوا بخير. وسابقا سنتي نختار نهني الفريق الوطني الموريتاني اليوم جاب نصر زين، ولا نشكر عليه، نشكره ليه ونشكره ليه كاملين. رانا مهني الفريق الوطني الموريتاني المرابطون الفوز اليوم على سوريا، كان بعض نعود مع متفخرين بمسألة، كان نقدر نتفخروا بمسألة بعض سو هي شنو. وراك لين نتكلم عن هذا الفساد اللي معدله موريتان، والدولة الموريتانية قالت عنها تحارب الفساد وهم واحدين فيه لا الفساد. الأسبوع الفايت أنا قاعد كان في فيسبوكي خاسر، الأسبوع الفايت دشنوا اللي هو الرئيس الموريتاني والرئيس السنغالي دشنوا بور مو بور بون اللي عدلهم بين القوار موريتان ورسو سنغال، وقامت عليه الدنيا لآخر جات. شوفوا نختار نفهم الموريتانيين عن هذا المشروع اللي نطرح له الحجر ذاك النهار، قال انه ما هو انتاج موريتاني ولا هو انتاج سنغالي، هو سلف ولا تفخر بعض به لذلك. لا يفخر انه من الصبح ينقال انه الرئيس الجمهوريه وعدل وعدل وعدل، هذا مازال لا سلف. لو ظهورتكم انتم هذوك الموريتاني وعلى الله كل ظهر انا يعني قاعد هنا تياه، هذا السلف مازال لا يخلصوا مع انا قاعد ما يمسله قاعد قد حد يكبرها عن قدها، ونيت لو يكبروها هم اللي عن قدها فسدوا فيها ياسم الفساد اللي ما هو يا الله ولا هو ولا هو فرض عليهم قاع. انا ماني ضد عنهم ينادوا رقاش، والله جيبوا رقاش يا قال النادي رقاش عندي له باش نقد النادي. قاموا وناداو مطربة من السنغال، وراني بعد انا شخصيا نتكلم لكم، انا شخصيا نسمع حسه وزين عندي لكم تنورني يا قار ذا اللي نفهم انا الموريتاني، والله نفهم له انا. انا منادى امراه جات وقالت لهم حفله كبرها مولانا وطاوها فيها 20 مليون من اللقيه، كانك انت موريتان ما عندك يقاون اللي مبرتين هما اللي مبرتين حق، كانك انت موريتان ما عندك اللي مطربين، كانك انت موريتان كوار موريتان ما فيهم يقاون ولا فيهم مطربين وبيضان ولا كامل. هذا من الفساد اللي حاز وجايبين امرأة من السنغال وجايبين هياك تقبضهم الهول هاي الحفل من دركان إلى أخلك حفل في السنغال، من دركان اللي يعيطون للسدوم والله محمد مهيداح والله محمد حنبار والله 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 والله. هذا من ضعف الدبلوماسية الموريتانية وضعف الموريتانيين، وينقبضوا أموالهم ويفسدوا ورجعون للزمن وراء والمعاوية تعمل الطائر، بدل من الدولة تتقدم لقدام هم عادوا يرجعون للوراء. يوقف لنا يقول وزير المتكلم باسم الدولة اللي دار يقول لي راكور يقول لي برقبته وتلاقي لي برهان ان عند هذا قاع ما هو حق عند في قوانين وحد يدار القوانين نعرفوهم. اذا كانت الدولة الموريتانية دولة قانون هاي الوزيرة تنقص الصبح وتحاسب عليه الفضل يقول اللي 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 فسدوا في هذه المطربة. كان زين عليكم قوية الدولة الموريتانية تودي هاي الطفيلة رحمة الله علينا وعليها لا سبب المثال، تودي الدولة الموريتانية توقفت تودي بدواها 20 مليون لوقية تودي اللي بغات إياها تضحك يا بي. كان زين عليكم انتم قوية الدولة الموريتانية تعطوها اللي قاونا نحن، تعطوها المطربين نحن الموريتانيين وزين حس وزين حماس وزين وهم قاع انفسهم مزيان، لا يعود واحدين باركين لور يرقص ورقص قاع ما هو نافع، ويقعدون على فيسبوك وتلاقي يحلون ذوك وذل وعدل يقولي كل حد يعرف عنه يقولي ما ينفع. وهذا يرجع دواما للناس اللي تقول عنها متثقفة، للناس اللي متثقفة اللي بناها ملام الفضاء هم اللي يحوز هذا الشعب مسيكين بالكذب واللي بشي هو صالح. زين عليكم قبيلة هم الدول الموريتانية تقضي الفضاء وتبنوا بها حوش والله كور تقرب فيها ولادكم. زين عليكم انتم اقول يا الدولة الموريتانية تهزوا لي الفضاء وتفتحوا فيها مشروع العائلة والله عائلتين يحرذوا. زين عليكم يا انت لو نحسبوا لكم هاد تنقد نحسب لين تقيم الساعة
يلا لي اذا مشي زين عليكم انتم تعدلوه للشعب الموريتاني الفاصل اللي فاصل ذوك، وهو مولانا يشهد عنه فاصل، ذا هو اللي زين عليكم انتم. وهذا البون اللي معدن بين القوارب ولي روسو السنغال، ما فيه ان نتيجه قاع اصلا قاع من عند الراس، معدل المده ثانيه، معدل المده ثانيه اللي تحدد معدل موريتانيا ظهر. نحن ما عندنا تجاره ولا عندنا شيء يسوى شنو يمرق واحد ولي السنغال. كابينه تقول ذاك البرك اللي عندنا كافينا واكثر منا قاع، يا قار هذا معدل المده ثانيه، معدل التجاره تم تجينا من المغرب، يا تاخذ موريتانيا وتاخذ اراضي موريتانيه، احنا ما داخلنا هنا شيء يسوى شنو. لا يسلف على ظهورتكم انتم الموريتاني، ياك كماين المقاربة تبغوا ياخذوا ولي فوق موريتانيا. هذه هي الحقيقة اللي الدولة الموريتانية ما بيها تقول لكم انتم، والتجار الموريتانيين ما بين يقولوا لكم. يا المدير منه الا هذا، يا السنغال عنده علاقة متينة مع المغرب، وهذا المشروع فات طرح لمحمد العبد العزيز وابع عنه، وطرح ليه شروط يدور داخل شيء الخزينة الموريتانية، وبات عنها المغرب، عفوا أقول يا عنها أقول يا السنغال. هذا ما يجرهم لا هما ثم لا يلتعب بكم، لا الكلمة ما أقدر نقولها باسكو إذا قلتها كيف المرة الثانية المرة الفايتة قلت وليوناتي كلمة ونقفل عليها في فيسبوك وحرم عليا اللايفات. المهم عن هذا بلا فايدة، وهذا من الفضاء اللي نزقل فيها، هذا من الحفلات، هاي ما هي مرتها الأولى، هذه الوزيرة ما هي مرتها الأولى، ذات عدلتها واللي مرة فايتها واللي مجي للرئيس الجمهورية للقوارب، فوتوا أسبوع فما تاع الحفلات وقاعدين يسمعوا الليل والنهار، يخلصوا فالت الشعب الموريتاني، ذا بلا فايدة، تخطاوا هذه المرحلة، هاي الفضاء اللي تنسقل، اللي زقلوا فما تياها، ونسرق معاها ياسر مشي. كانوا قبيلة قد يفتحوا بيه مشروع المسالم مولانا، مد عائلة عائلتين ثلاثة أربعة خمسة يبني لهم باطن منبار يطرحوا فيه روسهم، مولانا يعلم عن فمات وحدين ما عندهم شيء يسوى شيء. يا أخوتي تعاطفوا شوي إلا قليلا قليلا مع هذا الشعب مسيكين الخالي. هذا اللي براك مع هذه الدولة، لا ماشي أنا بعد شخصيا نسميها لا دولة تشبتشيب، خالقة طفلة والله مرأة كانت محبوسة ونهارات معها جماعة عنهم سارقين شي من فضة من الدفيز من بنك سنترال، وعدلت لعبة فمات إياها لعبة كبرها مولانا وباترة وكاملين إلين حازوا بقات الله هي مسيكنة وحدة في الحبس، وتمت محبوسة إلين ذاك النهار طلصوا متوافقين عليهم أنا ليت خلاص مليون من لورو. هي الفضة اللي سرقت أكثر قاعد أقول مليون من لورو. خوتي إذا ما عاطي المعنى، احنا قاعدين نحتسبوا عندي المرة قاع سرقت، هذه المرة سرقت فالت موريتان، ذا اللي سرقت اللي متهمة عنها هي قولي سرقت هي ريت خلاص قاع دون ذاك، كيفاش انا سرقت 20 مليون، وقال لي شوف خلص مليون واحد والاخر مشي بيه انت. هذه العقلية مزات عند الله عند موريتان بيها، اللي هاي المرة ما هي سارقة، وإلا عاد سارقة ما هي سارقة وحدها، هو ان سيركوي هو ان سيستم كبروا مولانا ونين تلاو ينقى واحد واحد واحد، ربما قاعد فيها الرئيس الجمهورية، راني قلت ربما. ما عنكم يا الخلطة هاي الدويلة عودوا عارف عنكم راكم خسرتوها، راكم خسرت ولا شو نعطيكم قوي مثل اللاين يجينا رئيس يقوم واحدين فمات اياها من اولاد عمه ويتمتنوا على الرئيس منهم وعدلوا يقولي ديكتاتورية للشعب. نعطيكم سبب المثال واحد، خالقة مرصة مبنية في نواكشوط، ينقالها مرص ولي عزيز، ومالكينها الرجالة ومالكينها العيات، الباتيك مالكينهم هما مالكين وشارين فضلتهم، ذي المرصة عليها واحد يجاريها ومعاها امرأة، أنا نعرف لا اسمه هو واسمه هي قاع ماني ضابطو، عليها واحد ينقال له دحمان، إني بتلاتي المرصة. بتنات مرصة زينة وقدامها مولي باركينغ بدنا يجي رقاش يوقف وتو ويمشي ويشري الشاري من المرصة ويركب وتو يقيم ذا في العالم كامل. شوفوا خزوا الموريتانيين، ليه فاهمركم خزوا الموريتانيين اللي حصلوا الفضة من التراب، حازوا لذاك الباركينغ
اللي هو دحمان هذا معاه مرة ثانية حازوا إلى الباركين وبناوا فيش من العنقرات. هاي هاو العنقرات اللي يزرق فيهم حد عود من عديمات تقضي الدنيا كاملة. ونين تقدي تقول لي فر المرصة اللي عنها مرصة تقضي فيها حريقة ثانية. ما يتابع ولا قانون ولا يتابع شيء يسوه شنو قرامة معدل هذاك الراجل مع هذيك المرأة. دار في ماتيا ذاك الباركين دار فيه شي من هنغارات شي من شراويط مجورين في ماتيا. هذه واحدة. ثانيا عاد يهدد الدمية وهذا يخلق الله موريتان يهدد الدمية به اللي عنوه العمر رئيس الجمهورية به اللي عنوه العمر رئيس الجمهورية عاد كل شيء قد يعدله. يامس والله والنامس مطلع لكم وصف منها بالمرصة هو والمرأة اللي معاه ما مخلين الناس اللي مالكين لباتيك يخشوا باتيكهم. يعني عاد يجي قرار من الوزير المعني عن ذوك العنقرات ينقلعوا واب هو ولا خلاهم ينقلعوا مازالوا الليلة واقفين. هذا من العبودية وهذا من الاستعمار يخلق الله موريتان. يا بويا إلى عاد أنت الرئيس الجمهورية وإلى عاد قاع بوك رئيس الجمهورية إذا ما يعد لك وليد تجي وتستعمر الدمية. هذا إلى الوزير يا الرئيس اللي أنتم حاسين به لين حسوكم به وهذا هو اللي يوديه الكراهة تود مدة فمات إياها كارها قاعد القبيلة بها اللي جاي تمد مقرمتها وليت من لين يجي رئيس هذا من الفلانيين هو الدولة لكم التوى هذا من الفلانيين الدولة لكم التوى. هذا هو اللي ينبرهن لكم عن الدولة قايبة والدولة مزالوا راقدين يعواح منهم القايلة يقوم وعداك البيرو اللي عنده يفوت فيه ساعة ولا ثنتين يرجع للدار والله يقت ما يعرف يعمل ايه قاس. هذا هو اللي نفهم لكم عن الدولة مثل تراكت مرصة كبرها مولانا وزينة حايز عليها هذا الراجل ودار عليها يقول لي قرام يا اخوتي على الاقل بيعود عندنا شباع نتفخر به وزين. مرصة مبنية وعندها باركينج يجي رقاج يوقف وتو ويمشي ويشري الشاري ويركب ويقيم وتماشي يعني داروا بلداك يقول لي باركينج نداروا بلو شي من اللي شراويط وذوك شراويط كاريهم هو دحمان هذا كاري ذوك البرقة اللي في ماتيا كاملين كاريهم هو وفلطو فلطهم تخش نقلب انتو هو. هذا العينة من الاستعمار ويامس والله والنامس الوزير مشي بوليس عنهم ذوك العنقرات ينقلعوا وقفوا معنته تقع عنهم ما ينقلعوا الاخر سوك اياك الوزير قاع الصبح ولا النهار الثاني يقول لي قول مورين نقص به اللي هو متمتن عن ولع عمو الرئيس يقول ما انا من وديب وسات والدوله دوله تنول هذا البرقه اللي هما العنقرات ما يكسروا ولا يعدل فيهم شيء وفلتهم داخلته هو معاه يقول لي قولي هاي المراه. هذا سبب مثال ضعيف يقول لي ما كثر قولي لي قولي لي قد أعطيهم لكم هاتين أصبح الصبح يقال لي مبرهن لكم أعلن ما يجي رقاش ما حازوا لي أهلو وتمتنوا به وقالوا هاي دولة تنكن إحنا قاع ما موريتانيين ولا قد خاطئين موريتان كأن أباتنا إحنا وباتوك ما ماتوا على موريتان. هذا هو اللي بجاق مرارة لا يخترق إذا كاش مرارته تنفجاق به جاي واحد ما أرقع منين جاي ما يعرف قاع هو منين جاي وتلاقي يتمثل يقول وانا والعم الرئيس ولا والرئيس وكذا وكذا انا من القبيله الفلانيه. هذا ما يصلح الدوله ولا تبتنى به دوله والوزير المعني اللي عود ساكتهم وخايف من الرئيس به اللي هذا هو العم الرئيس وصاحب البوليس عود خايف من اللي به اللي هذا هو العم الرئيس وصاحب القرض نفس الشيء والقاضي نفس الشيء والحاكم نفس الشيء والبروكيرور نفس الشيء ما يقدروا يتكلموا به اللي هذا هو اللي عم الرئيس. يقار عندني يطير بالرئيس اول حد اللي يحوزوا ليه ويزرقوه يقول لي مخينزو به اللي ليه برها لكم عن هاو الناس ما يعدلوا شغلتهم يعدلوا هلال القبلية والجهوية ويوقف لنا هنا تا وزير بحشيشته كبير والدولة الموريتانية وكذا وكذا وكذا. يا اخوتي اكون مسألة ظاهرة الأسعار واعدين السنة ويعطونا حل أعطوا هذا الشعيب مسيكين حل كانوا قد تميوك اللي يشرب لا يدروا قاع لا وكيلهم وشرابهم شي ثاني قاع ما ندروه
المعارضة ما تتكلم، ما تاعت خالقة معارضة موريتان خالق راجل والله والله معاهم امرأة يتكلموا الآخرين كاملين حازوا ليهم وسكت، كلهم داروا يقول سكوش على فمه بالفضة، حازوا ليهم بالفضة اللي أكلهم ملاهم الفضة جا ساكت. الصحافة نفس الشيء، واليوم اللي يتكلم على قاش يقول يهدد بالحبس. هذا الشباب اللي زال محبوس بيهم اللي يقفوا يتكلموا، ما خالق أي قانون، ما خالق أي قانون يحبس الناس، كلهم حر يتكلم، ما ذم قانون في موريتان يقدر يحبس رجاج في الحبس عنه يتكلم، ما هو خالق. الدولة الموريتانية مخالفة قانونها اللي عندها متمتنة به مخالفته، ونهد هنا تياها الليل والنهار راكين يتكلم تحبسك موريتان، حبسوا غير بعد خالقة مسألة مقرشان عليها ماكم اللي تحبسوني، يعني سارق يقولي خمسة النعناع بقية واحدة على ذا الشعب يقولي الفقير أبدا، ولا رقا جاني سوى منه هذا مقرشان عليه أحبسه هلا أملا شوفوا أملا يقولي أحباسكم من موريتان كاملة شي نفايتها، تهدد الرجال يهدد العليات ما تلحق قد تتكلم ما تلحق حد قد يحل فمه، هذا دار عقب أرجع عليكم أنتم لا عقب يجي حكم ثاني ويحوز عليكم انتم كلكم يقول لي براقب يزرقوا في الحبس. ذيك ساعة تصغون هنا تياها القانون وحنا القانون، القانون ما هو خالف الا لو عدلت له عدلت انت الناس يطبق فيك توف قانونك نطبقوه فيه. وكوفيد اللي نرجع قاتيها على 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 هذا كورونا، كورونا في موريتان متوفي لعام رحمة الله علينا وعليه وشهدوا عني راني سامح له ما في علم الله، متوفي لي عام أسبوع الفايت ومتوفي به كورونا وبعطلين صارح كمان إياك لقيتكم بعد عمي متوفي به كورونا، كورونا موريتان وما زال فيها، وهاي الدولة جاحت عنكم كيف المرة الفايتة تفقدين المرة الفايتة تمو جاحدين وجاحدين يعاد لحقوا عينة قاع من الخزو يواخذوا لكم فيديو مترجمة بالعربية تكلم بها عربي ما هو موريتاني، الترجمة يقول لكم عن موريتانا الدولة الوحيدة في العالم ما فيها كورونا، تفخرون هنا تابع واحدين شو تفخروا زكا وهريو ونشبع لهم الطبل وهريو، والدولة الموريتانية تمناتو. قبلنا ذاك فيديو وخرصنا وبحثنا عنه وجبرنا لنفس الفيديو نفس الفيديو نفس اللي يقول لي مادم يتكلم يقول لي وصاحب كلية صاحب الصحة العالمية هذه يتكلم نفس الديسكور لا اسمه قاع موريتان ولا اسمه قاع افريقيا، هذا عينه من الخز يعذروها لكم انتم يا الشباب الموريتاني يا الشعب الموريتاني. الدول الموريتانيه بعد ما حاست على الراجل والله ذي المنظمه والله اللي هو اللي حايز على الفيديو باثو في فيسبوك يا قاعد الدوله زيان عنده هذا وتمناته في ببليسيتي معادلة يكسع الوزير ولي الصحة وعلى أنه هو الوحيد يشتغل في موريتان وعلى أنه كذا وكذا، ذا بعد شفتوه بعينيكم ومشى لي فيديو أول رقاش قعدت هنا تيا وتميت نلود 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 لين جبرت نفس الفيديو وطلعت وكذبت ونعت لهم عنهم شي من الكذبية، سمحوا لي بالعبارة اللي قلت يا غير واحد بيها الله الكذب، واحد بيها الله الكذب يكذب على الشعب الموريتاني. كورونا راهو فيكم، ونفس المنظمة اليوم قالت عن موريتان فيها واحد فات جبار فيها واحد وذاك لها واحد في هذا يقول لي الفاريان التالية قالوا أمنيكا والله ما نعرفش قالوا كورونا راهو فيكم يا قاليتهم ساكتين 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 يعود مات لي يقدر يكونترولو. شوفوا السنغال اللي حداكم قفل، المغرب اللي حداكم قفل بها اللي هذه مادة خايفة على شعبها، احنا مزالوا حالي نفهمهم والتجمع والتجمع ما قد جمع ما قد تخلق من تجمع ما هو الدولة الموريتانية، والحزب هذا اللي حاكم هو اللي هو اللي هو اللي يتخلط ونيعود الرئيس ماشي تجيه موريتان كاملة وتتخلط. من فضاحتكم ملي ومن فضاحتك رئيس الجمهورية ينين وقفت قدام هذا الرئيس السنغالي قبل يتكلم بالعربية
تتخاطب شعبك موريتاني. رصفوا انه واحد هون لا هو يتكلم مع 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 هذا الراجل، هذا الراجل ما يفهم العربية، الراجل جاي نيان ولا يتكلم بالعربية، اللي يتكلم له بالعربية ما نعرف نسكت فمي. يقال هذا ان كومبلكس، ذا ان كومبلكس، ونفس الكومبلكس راني طلعت لكم الفيديو قاعد يحامر الرئيس السنغالي شافه واللي رد يدي قام هو خرصوني خرصوا رد يدي، هذا كومبلكس. الى قاعد الرئيس الجمهوريه متمرفق والله قلت انت ما غادي لك بشي، ود ريلاكس ريلاكسي ود لها شرويطه ود ريلاكس، ما تعود محامره هو. قالوا لنا به اللي الرئيس تقول لي السنغالي ما يتكلم الفرنسيه وزين ذا قال له هو ما يتكلم بالعربيه وزين ذا قال له بالفرنسيه، زين ما في مشكله. لا عاقب ذاك بساعه ما شالوا تويتر، تويتر كاتب بالعربيه وكاتب اسم الرئيس اللي السنغالي، ما لهم يكتبوا له بالفرنسيه، بغى يكتب له صوب بالفرنسيه شكرا مجيك هذا وكذا 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 بالفرنسيه. هذا ان كومبلكس فيهم، كومبلكس كلهم يمشي عن يمثل الدولة الموريتانية ومثل الشعب الموريتاني، يجيبوا بقى قدام الرجالة ويضع رويس هو التحتاني فيهم الإمام جاي يدور يمثلوا بموريتانيا، جاي يدور تشبتشي كلهم ماشي ما تلابس كل كوستيم تخنقوا، جاي دولة يمثلوا لي دولة، جاي دور كانوا يجبر منها شر راسه هو، كانوا أولاده يجبروا فيزا، كان هو يجبر فيزا، كان مدار تجبر فيزا، كانوا يجبر تشبتشي بوكتيا، كانوا يجبر ما تيا رشوة بوكتيا. لاك فهمتوا؟ و وتوه راه هو لكم بعد له كورونا فيروس، واللي يقول لكم عنه ما وخ... ما هو في... ما هو عندنا راه عندكم، انا قلت لكم عن عمي متوفي بيه يقول لي كورونا فيروس. يا قال الاخبار تو ما قول لي ما عندكم، موريتان كامله ما يساكنها مع عمي، وموريتان كامله ما يقول لي متصله مع متصله بعائلة اهلي. هذا هو اللي وقع لكم، والدوله ما يقايلتو، التلفزة ما يقالت، الإذاعة ما يقالت، والصحافة قاعدة ما يخالق، الصحافة الموريتانية ما يخالق. وخالق ولي منظمة، منظمة راني طلعتها ذاك النهار على فيسبوك، من أكبر من أكبر منظمات في العالم، معدلين بحث وجابروها لموريتان، الدولة رقم خمسة، راني قلت لكم رقم خمسة، الدولة رقم خمسة من أفقر الدول في العالم، واكثرها واكثرها ديونات موريتان، دور الخامسة. يامس والله والنامس الموريتانيين ينكردوا لي في السنغال رافدين معاهم ديفيز، يوخذوهم من موريتان ويجوا للسنغال، ونيجوا للسنغال جي الدوان في مثلا تلاك تعال جاي افتح افتح صكك ذا هوالو للملايين، تيليك ما تحس حقك ذا واكم للملايين، تقول لي فضا منين جاية، هاي وخو الديفيز من الدولة الموريتانية، إياك يقيسوا بها دولة ثانية وتقلعها منها، إياك يضعفوا دولة موريتان، ضعفت بها اللي احنا نشتغلوا بشين قالوا الديفيز، وقيتكم هذه، وقية عندكم تفخروا بها ونأتي بالمناسبات تسرقوها بلا فايدة، ما عندها قيمة، اللي نبرق واحدكم نقول لي حدود موريتان، تبقى ديك القية اللي عنده بلا قيمة. سياني هي وشوي من مونيجا يدير بها رقاش ويكميها وانحرقت، ينحاز على الدافيز يوخض الليل والنهار، وهذا الدولة ساكت. يا الخلطة عدوا عارفين لأن موريتان تعبت وتعبانة، تعبانة وتعبت ملي حتى 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 الحوت راك تعرف ذاك المعدل، المعادن تعرفوا ذاك اللي عدل لهم، الذهب اللي عندكم ما قطو شتو ما قاد دارت منه مرأة بدلة ولا ولا رزق ولا قلادة ولا شيء سوشي، هو بعد ذهبكم انتم الموريتانيين. بطرا هذا ما قد شفناه، ما قد شفتو غاز هذا اللي يعود لاشي من غاز ماشي في السماء مش من ريحته، والدولة الموريتانية يوم عاقب يوم ينزادوا عليها الديونات. يقول لكم الرئيس الجمهورية أول مرة في حياتي نسمو خاطب الشعب الموريتاني، يوقف لكم تعهداتي ذوك راني لا مزلت عليهم، أنا عارفهم تعهداتك على توكل موريتان ونكالت،
واللي ني عاد بيه متن وجه قايل لكم عن تعهدات ذوك اللي قال لكم عاد بقى تقريب من 3 سنوات تركت هي حكما راني مزلا عليهم بقى لا تشكوا عني بعض ماشي عن فيري غوش والله قدرات وذا كامل ما خلق منه شي خالقه مده في ماتيات تصفق الليل والنهار تصفق موريتان ريعات الذهب وعات ياقوت وكذا 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 مساعدات يجوكم من الجزائر يوكلوكم لا شافين متوف شعيب ما هو خالق والدولة ما هي خالقة معاكم شي من الحش باق فاضل عن نقولي شعبنا احنا وطولكم توم ولات الرقاج لا يوقف يبتر سبوع الفايت نحازوا على شمل العليات ذو بابا بي وراني عليات بابا بي وسكان بابا بي كاملين راني متضامن معاكم 100% متضامن معاكم 100% مات الرقاش قد يمشي يوقف يتكلم هذا حق عاطيه لكم الدستور الموريتاني الرقاش عنده الحق يظهر هذا حق لكم انتم الشعب الموريتاني يا قاره معاذ الناس مات لهم حق ديكتاتورية متينة ولا راجي أنا من عند مولانا يجي رئيس ثاني ويطبق فيهم نفس الديكتاتورية عليهم هم وعلى أولادهم وعلى أقول عيالهم خسروا الدولة رايم ها ذو العليات اللي بتطوا ذو الرجال اللي بتطوا ذو الشباب اللي بتطوا بوابي متضامن معاكم 100% توت ما سوليداريتي توت ما سوليداريتي مع ليجاند قولي بابا بي مظاهرين ما كسروا رقاش دار ما زرقوا حد بحشرة ما عدلوا شي يسوى شنو مظاهرين داروا حقوقهم إذ كل رقاش مظاهروا ومرقوا القدام يدوروا حقهم موريتان كاملة سكتت عنهم ما تكلمت خلق في الزوارات وسكتوا ولا تكلمتوا خلق في نوادي وسكتوا ولا تكلمتوا خلق في ركيز وسكتوا موريتاني ولا تكلموا خلق في نواكشوط ولا تكلم رقاش خلق في العيون ما تكلم رقاش يا قاري دور يجي وقت دور تكون موريتان كاملة في بلاد ولاني راجعها من عند مولانا راجع الموريتان من عند مولانا الموريتان الا السلامة والعافية ندور الهلال العافية والاستقرار هو اللي راجي على الموريتان وراجي قاع للدول كاملة يا قير الناس ما يتم الا ساكت ما يصح ما يصح ما تقدر بسعود بصيفته هذه ولا يا الله محمد رسول الله هي نحازوا ليهم قولي بطوهم شفنا هنا فيديوهات منهم رجال مكسرين فاهم العليات والمبطوطات مرفودات مسيكينة هذو مواطنين موريتانيين ولا يقد حد يقرر فيهم عن عنهم موريتانيين يا قيال نحاز عليهم وبتعطوا وانتم سكتوا ياسر قاع من موريتانيا قاع ما هو عالم بيه ما هو عالم بيه وفاتوا ذا وانتم باطل مثيلة ياسرين كيف تهيلة مثيلة المرسل اعطيتكم ركتيها جاي رقاش في ماتيا متمتن عن الرئيس الجمهورية والعمو أنا من القبيلة الفلانية وباني في ماتيا شي من البرقة في ماتيا قدام المرسى واحدة قتل بها قاع المرسى ماتت وثانيا ما هم قانونيين وثاني ذل عادني يجي رقاش اللي وعديك المرسى ليش اللي وقفوا حذوك حذوك البرقة المجرين في ماتيا العنقار المجر فم بي اللي مات لخارق لي باركينج يجيب بوليس وتحطوا قولي 10,000 عاد البوليس رابحة وهو هو اللي رابح لها الفضل في لبنته هاي الفضل راهي ما يخاشة للمرسى ذي الفضل ما يخاشة للمرسى ودوشات المرسى نحاز عليهم ياخذ عينة من الخزوان ما قد شفته دوش يقعد مبني دوش للمدة جاية لا تتطهر فيه ينقبل ويخسر ذاك الدوش ويعدل بوتيك وينكره وفضل طواعته هذا الناس تمت ساكتة وظاهر عليات المرسى ومتضامن معاهم 100% عليات المرسى متضامن معاهم في مليار في المية شكاو وما عندهم كون يشكو شكاو وشكاو 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 يا قارة ما معدل لهم شي يا عليات المرسى غدو عارفات عنكم إذا ما معدل لكم شي يسوى شنو هذا الراجل متمتن عن أبو العمو انتو إلى عادتو ما عندكم يقولي أولاد عم يقوموا معاكم وتوف وهذا أنا بعد شخصيا ضده ضدهم مولي مباشرة 100% رجعونا على ذاك الظهر القبلية والجهوية
وهذا من القبيلة الفلانية وهذا من الجهوية. يا أخوتي هذا ما بلا فايدة. وتو متضامن مع هاي الطفلة المولي اللي كانت محبوسة اللي انطرست، يقولوا عنها سارقة ياسم الفضة، وطلصوها يقول لي بشرط واحد أنا أتخلص مليون من لورو. انتو تمشي ولا يقول لكم الصبح النهار الثاني انا راي دخلت ذاك مليون عدول شم الكذب. قلت لكم ذيك الساعة، قلت لكم ذيك الساعة ومدعنا عام الأول والله عام الأولين لا أتذكر أنتم ذيك الساعة قلت لكم وعاد بها كاملين موريتانيين خارج شي من الهولة من الدولار نجبر عن شي من الأتراك حواته وكرتهم منهم مارين جبرته عندهم شي من الدولار لاحق مليونين والله ثلاثة من الدولار وكرتوا السلطات الموريتانية ونجاب لنواذي وبور نواذي وعلم بها رقاش لا كيف هذا يقول لي الراجل دحمان هذا ولا عم مول رئيس الجمهورية إلى عاد قاع ما أخوه جاو قبل ذيك المليون والله مليونين من الدولار قبلها من موريتان وعطاها الاتراك قال لهم قيموا انتوما ودخل يدور لبنته وعطى الموريتان ندي عنها مليونين من الروبية ولغة ملايين من الروبية. يا وشو راهي الدولة الموريتانية تكلمنا عن القانون وعلن الفساد وعلن 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 وهاي دولة قانون وقلت لكم ذاك ولداهي والله انا عارف شنو قال له ولاش داير قول لي ميكروف بحشيشته وني يتكلم تنهز الارض احنا دولة قانون وحلول موريتانيا قانون ولا يبطش صحافة وكذا وكذا وكذا. اول مرة في حياتي نسمع قولي صحافي بالعربية يطرح سؤال زين ذاك النهار قبل ما تروح لي هو سؤال طرحوا لي صحافي زين اسمال وقضيت هاي 20 مليون انا قاعد ما سنة لا 15 قال 20 مليون هاي دنيا اتانا الدار هنا حاس بها قولي تتحرك تبهتير 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 هذا الفساد الواحد فيه الفساد الى عتو قلتو عن محمد عبد العزيز واللي فسد انتم فسد ودوبلو وتريبلو الى عاد محمد عبد العزيز سرق حتى انتم سرقتوا معاه وسرقتوا عليهم واللي هو مسروق في الحبس الى عاد محمد عبد العزيز في الحبس للمعدل المولي ما هو قانوني يا قار زين دار جي راجل في ماتياها يا قيب جي راجل في ماتياها يعود مولي لا كيفتكم انتم معي تكلم عدل واخيرت بيه وخيرت فيه الخيمة كبيرة والصالحين وخيرت وكذا وكذا يجيهم ولي شعب ثاني ولي ضد هذا ضد هذه المافيا اللي عليكم ضرب ويحوز عليكم وشكر فوقكم عدلكم نفس الشيء يتم واحد لنا اللافذة ما يجي رئيس أخوتي الراجل معدل الراجل ما يدوي ذنبان عنهم ولا عندهم مشاكل غير مشكلته لا الناس اللي حذا هاي شانسون سمعناها هذيك الساعة احنا شي من الشاشرة من زمن المختار والدادة هي تنقايل الليل يا قال هاي ربة تحليل من الشعب الموريتاني اللي مجزال مسيكين متأخر اللورة واللي مأخروا هذه الدولة اللي هي نقالها دولة موريتان حايزين على أولادكم وحايزين على مناتكم ومجهلينهم في الجهل إلا اللي عنده باش خلاص عن أولاده يمشي يخلص ومحمود المولان ذيك القراية اللي يقرأ واللي ما عنده شي مسيكين ما عنده شي يا اخوتي ما عنده شيء ما قرايه ما يخالق دولة ما تكري دولة ما عندها مدارس دولة مدارس مازالوا الشاسع يقعدوا التراب يقعدوا التراب ذاك من البرد وذاك من الريح وذاك من الحمار وقاعدين في التراب والسقف قولي من السنك هذه الدولة الموريتانية الجيش ما هو نافع مكاردين شي من الشباب صغار تان ان شاء الله وصحاح ويقودوا الوطن يقار ما هم خلصين خلاص نافع قبيل طلعتكم فيديو واحد مجندر مري قاعد فوق وتا ما هم خلي مولي الوتا يحرك قاعد فوق منين قاعد مولي فوق قبل بكت المسيحة ريت ليكم هذا يعدل موريتان أولا قاع ما احترم راسه ولا احترم الدولة الموريتانية ولا احترم هذه التاني اللي لابسه أولا يحترم هو راسه يقول عارف عنه راجل قانون ويدافع عن القانون ويعود محترم قاع هو من نفسه محترم يا غير افعال اللي عدى ذا الراجل ما يعطيني انا قاع اقول انه ما خرصوا قاع كإنسان جاي قاعد فوق وته ايه ما نعرف الوته قولي الواقع لشنو
كان الراجل ما بيطيه تواعطه، كان ذاك الله أعلم يا غير ذاك اللي عدل صاحب شو يقولي جندرماري ما هو صالح قاعد هو بالوتة ناتر قولي بقط من السيجاريت ويدوب بابا أخويكم يا قرا اذا ماني شايف عليه هو مسكين اقول صاحب جندرماري اذا ماني شايف عليه شايفه على التدريب اللي جبر التدريب اللي جبر هو اللي شايفه انا عليه واللي دربوه هو اللي شايف انا عليه بدل ما يدرب اولا عنه يحترم قاع هذه تريا اللي لابس يحترمها يود عارف عنها بقيمتها ويودي من يانا المواطن الموريتاني العادي نحترمه بفعايله هو بكلامه وذا فرياك نحترمه قدامي رقاش يمثل القانون لين احترمه إلا احترمني قاعد فوق والتناتر مش من سيجاريت فيك هذا أخوتي لا حمد للمولانا لا ينقلنا دولة موريتانيا ودولة ما يخالك دولة ما يخالك ولا قد نوقف هنا ما قبط نقعد ليلة مولانا كاملة نتكلم قولي مشاكل موريتانيا مشاكل موريتانيا ياسري مشاكل موريتان ما هو اللي يحلهم ودائما نقولها ما هو اللي يحلهم ما هو رجاج يحوز على شو هذا صنادرة يحوز مشوار للحدود وصنادرة نقبل نقعد مشوار الحدود ويجي رجاج ماتيا خايف من مولانا وخايف مولي من هذا الشعب ويعرف مولي وقانع راسه ويعرف عنه له يموت بيقول هاو الناس ما هم تخيلي عنه فيه رجاج يتخمم بالموت قرشان عليه عن ماتيا ما فيه محد يتخمم عنه ميت عنه ليه يموت صبح النهار الثاني دورت موتو كاملي وليه يموت وفر وتوف ومدعني طولت عليكم وطولت على راسي وتوف إلى مرة ثانية إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله. هي سابق نوفا راني معدى النداء للشعب الموريتاني كامل الشعب الموريتاني هر واللي خرص هذا لايف واللي شافه وتكلم مع أهله وشد أخبار مع أهله يا مسالم مولانا قعدوا في جياركم وخلوا عنكم هذا الكونتاكت ذا الكونتاكت مع الأدمية تساليم وتحاب وجاي عند المناسبات وكذا وكذا يا مسالم مولانا موريتان راي فيها كورونا يا مسالم مولانا دولتكم فيها كورونا عمي متوفي به كورونا في نواكشو والدول الموريتانية تصقيع ما خالك كورونا ما يخالك هذا نصوحة مني لكم اللي يبغي يسمعها يسمعها واللي يبغي ما يسمعها إنا لله لا راجعون وتوه والسلام عليكم ورحمة الله.